انا اسمي سالي ترجمان، شركتي اسمها اليور، وجايه اسكندريه ودي اول مره انزل فيها معرض في اسكندريه، بس انا حاسه ان انا الفيدباك مبسوطه منه وانا حابه الاكسبيرينس دي ومبسوطه ان انا اول حاجه عملتها كانت في نادي سبورتنج. احنا شركه نوفي اند نوفيو، انا هبه رمزي وشريكي استاذ ماجد ياسين. احنا ليست في اماكن كتير، في اوتيلات كتير، 3 سنين في الماركت والحمد لله عاملين انجازات كويسه، ومحضرين حضرنا كذا ايفنت زي ملكات جمال احنا اللي حضرناه، وحضرنا ايفنتات في المكتبه وحاجات للمعاقين، تكريم المعاقين. احنا ماي شوكليت ووادينج كولكشن، ماي شوكليتس بنعمل شوكليت فاونتن، وبنعمل شوكليتس عليها صور العريس والعروسه او اي ايفنت، صور عيد ميلاد، صور اسبوع. وادينج كولكشن عندنا كروز وعندنا عربيات ستريتش واي حاجه ممكن تبقى اكسسوارز في الودينج. لميس، انا بي ار مانجر فور ذا كاندي بار مانا باتسري. طبعا احنا مبسوطين قوي شاركنا في الودينج فير ده، وبصراحه ناجح جدا وفكره كانت حلوه بالكاندي بار كورنر بتاعنا، وده بيبقى عباره عن كورنر في الفرح، في جزء منه حاجات السواري والبسكتس وكده، بس فكرته كلها انها بتبقى حاجات كلها كاستمايز حسب العروسه احتياجاتها ايه. انا نور صبري، شركه ايريس، بنقدم لكم اوفرز فيديو فوتو، بنصور اي ايفنت، عندنا اوفرز كتير في 2015 لسبورتنج ممبرز. شركة وان تاتش ويدنج ديكوريشن. احنا النهاردة شرفنا ان احنا نقدم حاجة تشوفها اعضاء النادي، يمكن حاجات بسيطة بس حاجات كلها كلاسيك، واحنا بنتمنى ان يكون اعضاء عجبهم، وبرضو اعضاء مجلس الادارة ان احنا نكون قدمنا حاجة مشرفة. احنا هنا براند ايطالي اسمه انريكو مارينيلي، في بدل عندنا بدل وعندنا بليزرات، في بلوبرات، في بنطلونات جبردين وبنطلونات صوف كاجوال، وفي بليزرات كاجوال، وفي قمصان عريس، وفي بدل ودنج عريس. والماتيريال اعرفك بالمنتج، الكواليتي بتاعته الماتيريال والديزاين ايطالي والتصنيع في تركيا. احنا عاملين اوفر 10% بمناسبه اوبننج فرع العربة مول. احنا افرودايت كفر عبده، مركز تجميل وتخسيس وانواع المساجات، وتقريبا عندنا كل حاجه تتعلق بالمراه عامه. ليلى راشد، ميك اب ارتست، نازله في المعرض بقدم الاوفرز على البرايدل ميك اب، موجوده معايا النهارده وبكره، وفي كمان بقدم المايكرو بيجمنتيشن اي بروز. المايكرو بيجمنتيشن ده تكنيك جديد من البيرمننت ميك اب اللي بيتقال عليه تاتو، بس هو مش تاتو وبيتجنب مشاكل وعيوب التاتو كلها. برضو النهارده عليه 20% اوف للي هيعمل بوكينج في المعرض، واتمنى ان انا اشوفكم واتكلم معاكم اكتر، افهمكم ايه هي المايكرو بيجمنتيشن اكتر، عشان هي مش معروفه، هي اول مره تبقى موجوده في مصر. شايشة، شركة إيكو، شركة متخصصة في أعمال التصميمات والتشطيب وكمان أعمال الصيانة. معنا أهم تشكيلات في اسكندرية زي أشن أند دابنهامز، ستاربكس، ماذر كير، بايلس. الشركة بتعمل أعمال الصيانة از تكييفات الكهرباء، فاير فايتنج، فاير الارم، لاعضاء نادي سبورتنج المميزين خصومات 15% من عقود الصيانه، وكمان 35% من عقود التصميمات، وده لمده 5 شهور من تاريخ المعرض. انا اسمي فاليا، I'm a makeup artist، بعمل افراح، مكياج افراح ومكياج مناسبات.
بتاعتنا بعمل تخفيض عند 20% على السعر الأصلي ليا بمناسبة المعرض من الأعضاء نادي سبورتينج. أنا مايا عجمية فاشن ديزاينر، أول مرة ليا أشترك في ويدنج فير، مبسوطة قوي إنه أول حاجة أعملها تبقى مع نادي سبورتينج. الويدنج فير صراحة متنظم هايل، في كل حاجة أي عروسة ممكن تحتاجها، وده طبعا سهل على العرايس كتير قوي إنه كل حاجة تبقى موجودة في مكان واحد، من أول فستان الفرح، الميك أب، الويدنج ديكوريشن، الشبكة، الهانيمون، كل حاجة في نفس المكان. أنا بعمل فساتين سواري وبعمل فساتين أفراح كلهم my own designs، التنفيذ أنا اللي بنفذه، القماش في حاجات بجيبها من برا وفي قماش بيبقى موجود من هنا بجيبه من هنا. محل دي كان واي، محل سواري ويدينج، حاجاتنا كلها مستوردة، بتبقى كلها بتبقى سبوزة، بتبقى أسباني وبتبقى تركي. عندنا تشكيلة، عندنا حاجات كتير، عندنا long dress، عندنا short dress، عندنا كل حاجة، كل ما بيلزم العروسة من فستان، تيارة، جلافز، كل حاجة. يعني عاملين على الكولكشن 2014 في أوفر، وإن شاء الله في نيو كولكشن 2015 نازل. مساء الخير، احنا عيادة دكتور محمد منير، هي عيادة أسنان، احنا مكاننا في سموحة في شارع فوزي معاذ، واحنا مشاركين في معرض نادي سبورتينج. يعني أول مرة ننزل مع نادي سبورتينج، بس احنا نزلنا معارض تانية. أنا مهندس مروان، محل الأرض إخوان، هنا عاملين أوفر كويس النهاردة في المعرض في الويدنج فير. أنا نيفين حمدي من هيلتون جرين بلازا، إحنا جينا النهاردة الويدنج فير عشان نوفر الويدنج باكجز بتاعتنا. إحنا مبسوطين في الويدنج فير بتاع النادي، دي أول مرة يبقى في ويدنج فير في النادي. مستنيينكم بكرة تيجوا تشوفوا الأوفرز والباكجز اللي إحنا عاملينها، في أوفرز حلوة قوي مستنيينكم. هيثم زلط، صاحب شركة هاي تكس. أنا سعيد طبعا أكون يعني من أول ناس اللي شاركت في الويدنج فير في نادي سبورتينج، وإن شاء الله في أوفرز كتيرة عاملينها في المعرض المرة دي، وإحنا حاجاتنا كلها أقطان 100%. خير، أنا محمد شعراوي أسيستنت سي إن إي مانجر هيلتون ألكساندريا كورنيش، مستنيينكم في النادي، احنا عندنا أوفرات كتير للأعضاء، مستنيينكم بكرة كمان. أنا بسنت راديس بلو اسكندرية، احنا نازلين ويدنج فير في نادي سبورتنج، ودي اول مره لينا ننزل ويدنج فير. احنا اتبسطنا بالاقبال، وان شاء الله عندنا بكره اوفرز، ويا ريت تشرفوا.